حبيبي محمد محمود، الحمد لله. وانت اخبارك ايه؟ احلى مسا عليك يا سيد حبيبي يا برو. انا متعبان مخنوق منكم، انا بامانه انا يا ولا يا مؤمن حبيبي بسام. نور سيد محمد الصفتي. ايوه يا هاني، عامل ايه يا هاني؟ لا لسه ما عنديش معلومات مؤكدة يا سيد. والله معاك من يوم 30 ليوم 5، ان شاء الله الايفنت يبدأ يعني. لما انت زعلان مني بس مش زعلان منكم والله، بس انا صاحي من النوم يعني. انا صاحي متأخر ومكسل اعمل اي حاجة حرفيا. انا من ساعة ما صحيت انا قاعد على الجهاز كده، اكل شرب كل حاجه وانا قاعد كده. عايز اقول لك ان عايز احلق داني ومكسل اقوم اصلا. انا ما حلقتش داني، ما قلتش وشي اصلا. بس تعب عليك زهقان منك ولا حاجه؟ ايه مثل الخساره ده؟ ايه ايمن ده؟ ايمن حبيبي محمد جمال، حبيبي هاني. ايوه عبدو، عبد الله. ايوه مصطفى، عامل ايه مصطفى حبيب؟ ايوه صفت سلام موسى. ايه هنبكر دي؟ قبل هننام يعني. ماشي حبيب احمد منصور، عبد الله، احمد جمال. احلى مسا عليك يا محمد جمال، احلى مسا عليك يا منصور. محمد ممدوح حبيبي والله. لسه والله يا اسطى ما تعشيت. انا مستني اخلص اللايف وممكن اطلع لايف ببجي على الصفحه بتاعتي بعد اللايف ده، وبعد كده بقى اطلب عشاء بقى. بيتسو موسوماني. لا والله للدرجه دي؟ ايوه محمد سيد حبيبي بسام. محمود منصور احلى مسا عليك. انت مين بقى؟ احمد مين بقى؟ شو خد بالي. ايوه محمد محمود. ايوه جو حبيبي جو، اهلا مسا عليكم. تعالى نبدا نلعب يا جماعه، تعالى نبدا كده نقفل نفسنا شويه شويه. عالم تعبان مخنوق منكم، انا بامان. احلى مسا عليك يا سمير عبدو حبيبي محمد جمال. بس نشغل حاجة كده بدل السكوت ده. نشغل حاجة كده في الروقان. يا راجل نمت اللايف انت اللي فات من ال ربع اللي فات، من حالة الربع اللي فات. مش عارف والله محمود منصور، ممكن تسأل البيتش يعني. حبيبة حازم بتتريق على مصطفى؟ انت بتقول علي انا بتعب؟ انا بتعب فعلا الناس، ما تتريقش عليا. ايوه اندرو، في توزيع ان شاء الله اخر اللايف 4 اكواد، ولو كسبنا هنطلع بزياده يعني للناس. حبيبي يعني
طلع على يا اسطى دول بيتعب قوي. ماشي ماشي، اسد الله قرا على مشته. نورة جو، قبل ما تلعب شغل المهرجان ورز يا اسطى. انا بقول لك مهدود حيلي وربنا النهارده محمد جمال، اليوم النهارده فاصل عشان انا كنت امبارح طول اليوم بره، فجاي مهدود وصحي النهارده مهدود مش قادر. اللايف النهارده روقان، نسمع شويه اغاني ونلعب شويه بالحب ونطلع الاجابات للناس. ادي يا جدي ايه، اقعد عليك واتش بتفرج، قاعد عليا واتش بتفرج ليه يا الكلام ده يا اسطى ليه كده؟ مساء الفل يا هيما، خلصانة بس نور. عمرو موسى حبيبي ايمن، حبيبي والله محمد جمال، بس انا والله تعبان النهارده استعذرني، هنفرفش في لايف تاني يعني. وعم احنا فيها اخلص اللايف ده ونطلع لايف على الصفحه بتاعتي، نلعب بابجي شويه. الناس اللي كانت عماله تقول لي العب بابجي العب بابجي العب بابجي، نزلنا بابجي نلعب شويه بابجي كده بالحب انا ونان ونانيتو، ونضحك ونهزر وبتاع نظبط الكلام. حبيبي يا هاني، شوية كده وشوية كده سايب. مساء الوردة يا هيما حبيبي، خلصان نلعب قمار خلاص، مادام الناس عايزة قمار هنلعب قمار خلاص. وعليكم السلام يا سيد، آخر اللايف يا سايم، معاك حساب حلو ولا اديك حسابي؟ والله يا سيد انا عملت اكونت جديد ولسه دوبك لسه بقولي هادي، كنت حتى والله بفكر ان انا اشيله الرويال باس بتاع الشهر ده، بس مش عارف بقى الحق اخلص المهمات بتاعته ولا لا. بقى كده كده احنا هنلعب نتسلى يعني، مش تفرق كتير. انت معاك سكنات ايه طيب في الاكونت حبيبة؟ مستر منكوتي حبيبي يا برو، أحلى مسا عليك يا برو. ولا يهمك أميجو، أيوة بلال، مسا مسا نور يا أميجو. واحد نفسه يعرف أمها دي يلعب عليها ازاي. بص يا سمير، أمها دي زي الترابيزة العادية، فرق إنك تلعب بأربع ورقات، بتشوف الورقتين اللي فيهم مصلحة مكسبك بتركز عليهم في اللعب اكتر. وصلت لك؟ يا بس يا بيتلخبط شوية، انا عارف انها بتلخبط شوية. هو الملخص انك بتحسب بس ورقتين من اللي معاك في ايدك اللي هتلعب وتكسب بيهم، انت مبتكسبش بالاربعة. وصلت؟ مهرجان هناخد كوبا رايت وعايز اقول لك والله فاصل يا محمد، مش عارف انت عمال تزن زي على ده ايه يا محمد جمال، مش كده. انا معايا اي كي ام الفرعوني في بابجي. الله عليك يا هاني، ايوه هاني يا مسيطر سيد كتير في اللايف فعلا، والله سيد كتير في اللايف. ما ينفعش يا عم جو تطلع بميل بوت يابا، احنا نجيب لك اقوى اكونت في اللعبة. حبيبي يا سيد والله، انت لو قدامك اكونت كويس للبيع عرفني اشتريه، انا كده انا العب اللعبة وادوس فيها يعني. يا حظها صعب فرق فعلا يا سمير. حبيبي مستر مانكوتي، هي ايه اللي جامدة اللي قماها، ولا انت قصدك على حاجة تانية لعبة تانية ولا ايه؟ جو انت ليك متهيالي 3 ايام مش بتطلع لايف حتى على صفحتك. ما انا والله يا اسطى اليوم اللي فات دول استحلت كده وكنت فاصل، فاعذرني والله، والبيدج كان عليها مشكلة كنت بحاول احلها كده،
فإن شاء الله نحاول نطلع يوميا لايفات زي ما بنطلع الساعة 11، الناس عارفة إن ميعادنا الثابت الساعة 11 كل يوم بإذن الله يعني. فاعذروني والله إن أنا بقالي كام يوم ما بطلعش. حبيبي يا ميجو، حبيبي يا ابو، هنطلع لايف بابجي يا ميجو على البيدج بتاعتي بعد اللايف ده ان شاء الله، عشان الناس برضو ما تسقطش. البيدج بتاعتي ايه؟ انا عملت لها منشن اهو، ما ثبتله الكومنت بتاعها. لو دوس على جوبكس جيمنج هتظهر له على طول، هيخش على البيدج على طول. وماها عادي، خد وقتك يا سيد، انا مش مستعجل كده كده. احلى مسا عليك يا محمد، يا جمال، يا جدع، بس على كل درجة جدع في اللايف. هنوزع امير بس اخر اللايف، هنوزع 4 اكواد، كسبنا هنطلع جوايز اكتر، الطبيعي بتاعنا يعني. حبيبي محمد يحيى، عاش من شافك يابا. انا الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ محمد محمود، الرعب فين؟ الرعب موجود يا اسطى، بس انا بحاول اشوف لكم كام لعبه جديده اليومين دول يعني، لغايه ما فوق كده واروق. شوف لكم كام لعبه جديده رعب كده، وهنطلع رعب مع بابجي، وهننوع نظبط الكلام يعني. حبيبي يا بلال، حبيبي، انت لو معاك اكونت كويس في سكنات كويسة وبتاع وكده عرفني وهنظبطها مع بعضينا يعني، اكيد يعني مش هاخد حاجة ببلاش يعني. مواعيد اللايف هيتغير ولا ايه؟ لايفات انا الاساسية كل يوم على البيدج بتاعتي الساعة 11، ده ميعاد ثابت ما بيتغيرش. لو يوم ما طلعتش الساعة 11 يبقى انا مش طالع اليوم ده، بس هو بيبقى غصب عني يعني. خلصانة يا ميجو، نعمل رومات ونخش نلعب سوا. خلصانة يا ميجو، شهر واحد واجيب لك اكونت مشحون فيه 4 سيزونات وفي سكنات و خلصانة. ماشي يا سيد، ماشي حبيبي يا سمير. ده ايه ده بقى؟ اسوأ 10، مش مستاهلة مجازفة. خلصانة، ماشي ماشي يا سيد. حبيبي محمد، الحمد لله تمام، انت اخبارك يا قلب؟ على الله بسام. والله يا امير احنا بندخل الناس العجلة، واللي اسمه بيطلع واللي بيكسب. ما هو للأسف يا جدعان، هو كل لايف 4 اكواد بيتوزعوا، كل كود ب5 مليون. احنا كسبنا اللايف بتاعنا بنطلع جوائز زيادة عن ال20 مليون بتوع ال4 اكواد. انا لو كسبت هطلع ملايين معايا، ما كسبناش ال4 اكواد بيخشوا في عجلة، واللي اسمه بيطلع هو اللي بيكسب. لسه شاري اكونت ب5 جنيه، عاوزه اكونت يسطا ب5 جنيه. انت بتتكلم على بابجي ولا ايه؟ معاك اكونت فيه ام4 تلجي؟ ايوه يا اندرو. إيه معايا حساب يسطا فيه 15 ميسك وبدلة سيد البحار و6 اسلحة بتتطور من فوق ليفل 5 كلمة. طب والله نايس، والله جميل، رايق. ونخش نلعب مع بعضين يا عم، انا بجيبهم بمسودات ما بشتريهمش يا ابن ليلة زينة. ده بتاع الميسو دين ده، سناخد بان يا اسطى. حبيبي يا ميجو، حبيبي يا قلبي، قد الدنيا كلها يابا. انا هاخده وانت هتلعب بايه؟ يا جو فزاع شكله حسدك والله لسه كان بيكلمني النهارده وكان بيقول لي تلعب ايه دلوقتي وبتاع، فقلت له انا هلعب بابجي، لو ناوي نزلها وانزل معايا. قال له لو كان كده ينزلها وينزل معايا. هيحسدني على ايه يا عم؟ ايش ياخد الريح من البلاط يا جو. اجي عشان ما تزعلش حد، خد كل الناس اللي عاملين لايك. اين يابا، اين يا عم سيد؟ هي الفكره ان
الفكرة ان في ناس كتير عاملة رياكتات مش موجودة في اللايف، ولو انا هفضل اصفي منهم كتير، فانا مش حابب الفكرة نفسها. انما اللي موجود وسامعني هيعمل كومنت اعرف اللي هو موجود وخلصت. مش هنساك يا امير والله، هدخل اسمك في العجلة وان شاء الله لو كسبت هتاخد الجفت بتاعك. معاك يا احمد جمال، بس حد يشتري ايميلات انستجرام معايا 2000 ايميل. اجون انت عامل حساب البوت ده بصفحتك الاساسية، انت عامل حساب البوت ده بمعنى ايه يا سيد؟ برضه عشان مش مترجم اللي انت تقصده. حبيبي يا نادر، الحمد لله. يا بنت اخبارك ايه؟ شايفني كده يا اسطى؟ شايفك يا اسطى. في يا محمد شايفك يا اسطى، انا موجود معاك للاخر. خلصانه يا مان، خلصانه يا نادر، خلصانه محمد. تبقى حظ بس يا سيد والله، يعني ما اعتقدش ان في سبب يعني، بس هم بيبقى حظ، نسبة الحظ بتاعته بتبقى كويسة. اعمل ايه عشان اسمي يكون من الفائزين؟ تابع اللايف لغاية اخره عشان اسمك يخش في الراندوم في العجلة، يعني دخل اسمك مع الناس، ولو اسمك طلع بتكسب. نور عز، خلصانة ميجو حبيبي. الحساب الجديد اللي انت بتلعب بيه عامله في فيسبوك ولا تويتر؟ لو فيسبوك تظهر عندي عادي وخش معاك. لا لا لا، انا عامله بالجيميل والله. حساب الفيسبوك كنت عامل بيه واحد، بس انا مش حابب العب باللي انا عامله على فيسبوك، حبيت اعمل واحد جديد يعني. هبقى اسيب لكم الاي دي بتاعي، تبعتوا لي اد. انا مش هكون موجود اخر 10 دقايق، دخلني العالم. لو كسبت ابعت لي الكود بالحب عشان الكورة. خلصانة. مش قبلها بتلتايه ولا ربعايه ناخد اسماء الناس، ولا شوية شوية وناخد اسماء الناس اللي موجودة دلوقتي واللي اسمه يطلع ان نديله الجيفت اخر اللايف، يعني تريح نفسنا من الموال ده. جو انا بتابع في السمت عشان الشغل. خلصانة يا عم، انا شكلها ام من على امها اصلا مش عاجباني، حظي فيها مش حلو. انا حظي اصلا مش حلو في العادة، هي بقى حظي حلو في امها. لا 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 لا، ما في سيستم بيلعبك يا اسطى. حبيبي محمد شافعي، كل ربع ساعة كود. صح كده صح كده، ماشي. تعال ناخد أسماء الناس عشان أول ربع ساعة، عشان نريح نفسنا برضه من الحوار ده. We got nowhere else to be. It's a good morning. خسرنا لول. Windows roll down, favorite songs up, barefoot tapping on the dash. We can take the back roads, no one else around. Hit my arm when I go too fast. It's a good morning. Good morning.
كتبتك يا امير، ما تقلقش. اوكي كده كده احنا خسرنا. تعالى بس ناخد، بس ايه، اول واحد هيكسب في اول كود. الناس هلت مرة واحدة يعني، ما شاء الله. ماشي، وانا كده كده هعرفكم اسماء الناس اللي خدتها كلها عشان ما كنتش مسقط حد. جميل، انا ان شاء الله انا مش مسقط حد يعني. ابص بعدي على اسم اسم عشان ايه ما تسقطش حد. مساء الفل عليك يا فله. اسمك موجود يا جو، 3 جول في اللايف اسمهم موجودين يعني، ما بيقلقوش. أحلى مسا عليكم يا رجالة والله. فريد نجح برضو. مساء الفل عليكم يا رجالة. أسماء كتير أوي يا جدعان. مساء الجمال عليك يا مصطفى حبيبي. جوفكس يا اسطى، الاسم ظهر عندك على الفريم. تمام، انا كده اعتبر ما سقطتش اسماء حد يعني. خلاص كله اتكتب، كله اتكتب. مساء الفل يا برو حبيبي يا محمد. انا عايز اعرف بس كم اسم كده معايا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
36 34 36 36 36 آخر 2 عم. طارق محمد بس كده هما 38 بالظبط. تمام يا شباب تمام. حبيبي يا جو اسمه مكتوب يا عمر، اسامي الناس كلها يا جدعان مكتوبة يا جدعان، محدش يقلق. اللي اسمه بقى مش مكتوب محمد السيد، وده ما كانش ينفع اسمه ما يكونش مكتوب، كتبنا اسمه انت عشان كنت مختفي يا محمد السيد. اسمك مكتوب يا اندرو، محمد جمال مكتوب، فريد مكتوب، وحازم، واحمد احمد حسنين سعد. بس خلاص يا جماعه خلصت كده. نشوف بقى ايه من اول الناس اللي هيكون فايز باول كود. اكيد كده الاكواد مش معايا دلوقتي، بس على اخر اللايف تكون الاكواد جات وايه والناس تكسب باذن الله. يعني مش عارف والله يا محمد جمال اسمك مكتوب يا ميجو. ولا يهمك يا محمد سعيد، يلا ان شاء الله بقى اللي هيخش تاني بقى ايه يبقى نشوف مين اللي موجود ونكتب اسماء الناس. ان كان اللي عاملها بهوايات خالص ايه. عارف كل دي اسماء، كل دي اسماء ايه ده كل شوف بقى اول واحد هيكسب من البارتيدة دي كلها مين. صاحب السعادة ده اول كود معانا يا جماعة. اوكي ماشي كده كده كتبنا اسمه. تعال نكمل لعب ونكمل في الاخر. مين بقى محمد ايه؟ محمد عزب. نزود اسمك كتبنا اسمك يا محمد عزب، وان شاء الله الكود اللي جاي يبقى اسمك مكتوب فيه. يلا بس نكمل اللايف بتاعنا ونكمل لعب بعد كده. 2 ربع ساعة المفروض، احنا اصلا في 2 ربع ساعة اساسا صح؟ اخي ده 2 ربع ساعة خلصت لول. طب تعالى ناخد تاني واحد، تعالى ناخد تاني واحد، تاني واحد. ناخد تاني واحد بس نزود بس ايه محمد عزب. هو انا الماوس راح فين؟ احي الماوس اختفى يا جماعة، الماوس يا جماعة احي الماوس راح فين؟ الله يخرب بيوك الماوس فين؟ الماوس اختفى والله يا جدعان، الماوس اختفى من عندي. المفروض بقى احسس زيه ولا ايه؟ احسس؟ فين؟ أنا ماشي بحسس، إيه ده؟
اوكي زودنا محمد عزب. هنشوف تاني كود. محمد الزرقاوي، ولا انا كاتبه غلط؟ محمد الزرقاوي هنا يا جدعان. هكتب اسمك عبد الله في الكود الجاي. يعني حاضر، لسه واخد بالي والله. حبيبي يا عبد الله، الحمد لله يابا. اسمك موجود يا محمد اشرف. هو بص بيسأل على اسمه موجود ولا لأ، وهو اللي كسب. حبيبي يا سامي، حبيبي يا سامي. خلصانة، نزود بقى ايه؟ نزود على الأسماء. نزود على الأسماء. عبد الله، عبد الله محمود، وسام احمد. حبيبي يا سامي، ان شاء الله ناخدهم ايه في الاكواد اللي جايه. محمد الزرقاوي، اوكي. كمل لعب. كده اول اتنين يا جدعان فايزين، صاحب السعادة ومحمد الزرقاوي. يعني صاحب السعادة موجود ورد عليا كتير. لا ضيف اسمك يا محمد سيد والله. خالد عبد الحميد، ماشي هضيف اسمك. حاضر. ضفت اسمك، ماشي. حبيبي يا زياد، زياد الزوز. اوكي يا زياد، مش عارف والله يا تريكا. استنى ازود اسمك انت كمان. ما نضيف ثلاث اسماء. خالد وزياد وتريكا. لعبت والله يا رجال. سبت كم مليون؟ 15 مليون. طب حلو والله، ترتيب. يا جماعة آخر اللايف، اللي مش هلاقيه موجود من الناس اللي كسبت كده كده يعني، لو أكيد أكيد هطلع الجفت لحد تاني.
ما هوش بمزاجي والله يا ميجو، والله انا بدخل الناس العجله واللي بيكسب بياخدها، انما لو حد من الكسبانين ما لقيتوش اخر اللايف بدخل حد مكانه يعني. اوكي يا عم ماشي، اللي يخرج من اللايف ما يخرج يا جدعان، اللي عايز يخرج يخرج، اللي مش هلاقي اخر اللايف خلاص. والله انا لو كسبت يا جماعة هطلع الزيادات للناس بحيث ان انا اكسب اكتر من 4، انتوا عارفين يعني الكلام ده مفروغ منه. اه يا محمد جمال، اسمك متضاف، عيب عليك، تكسب ان شاء الله. يا هضيف اسمك احمد، مش عارف اسمك مكتوب ولا لا، ولا لا يا محمد احمد مرسوم. طب انا هشوفها ولا يا حزن الحزن، يعني انا خسرت وقعد معاه اسو، شايف خد 15 مليون تاني، اللي خدناهم باليمين اديناهم له بالشمال. ربيت ام الحظ الميلاد ب60 نيلة. اضيف اسمك احمد منصور. حاضر شكلنا هنخسر اصلا، يخرب بيت ام الحظ المنيل. ضفت اسمه خلاص يا احمد منصور، خسرنا لول. مس عليك يا محمد حبيبي حبيبي احمد جمال. عليه الصلاة والسلام. وجهة نظر برضه قبلها عادي، ما هي يا جدعان والله كلها حظ، ملهاش علاقة ممكن أو مش ممكن. أنا ممكن أخسر بنفس الورق كتير. ايوه هوبا هوبا اخويا، يا لو كان نزل 10 وريحنا من اول الدور حبيبها فرج، والله فرج. وقفنا برضو على 10، ارمي ولا ايه؟ لا ما
مش حاسس الدور ده هخسره. وش بس انا جت على قد 4 مليون ولا 5 مليون، 6 مليون ونص كمان. مفرقتش كتير والله يا جو. ايوه هوبا هوبا. ما انا كسبت بيهم الواد والشايب دول، كسبان بيهم 15 مليون يا جدعان، والله كلها حظ. لا ده انا خسرت وكسبت 8 مليون. يا جدعان دور تعبان، دور تعبان. ألعب إيه؟ ألعب إيه؟ أكسب إيه لما أخذ يعني؟ أكسب إيه؟ اتخذت حتى 100 ألف، اعمل بهم 100 ألف بس. انا شايفه دور على البايظ ملوش لازمه يعني. كمان كان في سامبوكسات على الارض، انا مضمنش ان حد يكون معاه سامبوكسات او لا. البايظ ايه انت عطلان ولا تلاقيك لعبتها قبل كده؟ هي ايه اللي لعبتها قبل كده؟
وما تعبان والله محمد سعيد. قول اميجو معاك اميجو. هنا مفيش ستار، الستار بتبقى على البيدج بتاعتي بس، هنا مش متفعل الستارات. هما يطلع لايف بابجي على الصفحة بتاعتي بعد ال بعد اللايف. خلصنا؟ يا اسطى شيماء ايه يا اسطى؟ يا اسطى شيماء ايه انت بتهزر؟ اه يا اسطى على الصفحة بتاعتي بابجي. اه انا لسه محملها والله النهاردة، الناس كتيرة طلبتها مني. حبيبي عادي بقى، احنا نغير شوية محمد سيد، على ما احمل لكم كام لعبة رعب جديدة كده نلعب النهاردة بابجي يعني. عشان انا بقالي كام يوم مبطلعش على الصفحة وبتاع، فنطلع يعني نظبط التفاعل يا عم. هو نفس الشخص ايه؟ ايه بيصيدك ده ولا بيصيدك؟ مش فاهم. معاك يا احمد جمال. البيدج بتاعتك يا جدعان في الكومنت المثبت عندك. يا عم خلصان قشطة، اللي عايز يخش معايا سكواد يا جدعان قشطة يعني، يفتح ونلعب مع بعضين. خلصانة حاضر، هخلص الدور ده واطلع الكود. حاضر حبيبي ابراهيم. والله انت عايز اقول لك هي مش مستاهله تعرف تلعب او ما تعرفش، انا اصلا رايحين نضحك. انا من القاهره يا وليد، والله يا وليد انا من القاهره. بعت لي الاي دي بتاعك واخش العب معاك. ما انا مش فاتح دلوقتي، اول ما افتح ابعت لكم الاي دي. طيب انا مش عارف ابعت لكم الاي دي ازاي. عادي اطلع اللايف، هطلع اللايف وهكتب لكم الاي دي بتاعي. اطلع اللايف على الصفحه بتاعتي واكتب لكم الاي دي بتاعي. خلصانه يا محمد اشرف. لو في ناس كتير عايزه تفتح ونلعب مع بعضينا نعمل بقى روم. حد يعمل روم ونخش كلنا. حبيبي ابراهيم الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه يا برو؟ اشغل اللعبه دي زي المحاكي قول لي جو. انهي لعبه؟ انهي لعبه اللي انت قصدك عليها؟ كده مصطفى خلصانه يا ميجو. اكتر من مره كونكر كده اصلا مش محتاجه على الجهاز، بس لو انت احتجتها بتنزل محاكي ال دي بلاير وبتخش الجيميل بتاعك وبتبحث عن اسم اللعبه وبتحملها عادي. الموضوع سهل وبسيط يعني، على محاكي اسمه يا جدعان ال دي بلاير. مش هتيجي في ايه؟ انا عارف ان الحظ وحش والله، انا عارف الناس اتعودت على كده يعني،
لدرجة إن الناس بتخش عشان نهزر ونضحك بس، يعني مش فارق معاها موضوع المكسب أوي زي حالاتي كده يعني. الله شوية ال دي بلير. هو ده اسمه. فعلا هندخل اسمك يا اسلام، ولو اسمك طلع في العجلة تاخد كود يعني. هم بس اتعلموا بس ايه، نشوف بقى الكود بتاع ربع ساعة اللي فاتت دي فين. مين اللي اسمه لسه ما اتضافش؟ اسلام الشاذلي. وابراهيم نسخة. دخلنا اسمك ابراهيم، لو كتبت ان شاء الله تبقى وفرج برضو. محمد شعوذة. احمد. طب عدلنا الناس يا جدعان، انا مش هكتب اسامي الناس لسه داخله. امين. انا كيفي بالناس دي. يلا شوف الكود ده بتاع مين. كتبت اسمك يا احمد والله، كتبت اسمك والله. طب فريد ناجح موجود يا جدعان؟ فريد ناجح، فريد ناجح موجود. فريد ناجح. خلصانة، يبقى فريد ناجح كسبان معانا برضو. يبقى كده 3 اكواد، يبقى فاضل بس الكود الرابع. ده بقالنا قد ايه في اللايف؟ 53 دقيقة. ماشي، هناخد اخر كود بقى في اخر اللايف. تعال نكمل اللعب. كده صاحب السعادة ومحمد ال محمد ايه؟ محمد الزرقاوي وفريد ناجح، دول 3 كسبانين معانا 3 اكواد. الاكواد ببعتها لكم على الخاص يا جماعة. ماشي، احنا عارفين كده اصلا ان ميسي اللي هيكسب. طب صاحب السعادة لو موجود هو ومحمد الزرقاوي بعتولي دلوقتي بعد اذنكم. وفريد ناجح برضو، الناس اللي كسبت يعني صاحب السعادة وفريد ناجح ومحمد الزرقاوي. اللي مش هلاقيه موجود كده كده انا هاخد واحد مكانه. خرب بيت ام الحظ اللي منلبس 60 نيلة. طب لكم بيه. طيب عبد الله بيقول مبروك للي كسبه، احلى مسا عليك يا عبد الله حبيبي. هاني فين صورتي؟ سوري سوري سوري، نسيت اشيل نسيت اشيل الباك جراوند. احلى مسا عليك يا عبد الله حبيبي.
يا جماعة، محمد الزرقاوي. لا ده كود يا فريد، كود يا فريد، كود. مش هبعتلك، هبعتلك الكود بتاعك على الخاص، وانت تشحنه شنو وتشحنه على اي سيلفر انت عايزه وعلى الاكونت بتاعك. انا بعتلك الكود بتاعك كده كده على الخاص يا فريد، بعتلك الكود بتاعك على الخاص. تمام يا فريد. محمد الزرقاوي وصاحب السعادة فين بقى؟ تمام، محمد الزرقاوي موجود. تمام، تمام. انا بعتلك الكود بتاعك على الخاص يا محمد، محمد الزرقاوي بعتلك الكود بتاعك على الخاص. فين صاحب السعادة؟ استنى اثبت الكومنت ده يا جدعان، اللي مش عارف هيشحن البتاع ازاي. اهو تمام، سيد منصور اهو عمل لكم شرح. هتقدر تستلم الكود من الموقع ده، عمل لكم شرح تفصيل اهو، مثبت اهو، الكومنت بتاعه مثبت. سيد منصور عامل لكم اهو بتعمل زي الكود اهو، في كومنت مثبت عندك قدامك اهو، في شرح، في شرح تفصيلي. تخش على الموقع وتعمل ايه. تمام، صاحب السعادة مش موجود يعني. يا جماعة أنا هو أنا ببعت أكواد، ما بعتش ملايين، ما بعتش ملايين. آخر كود، مش عايزين سبام، مش عايزين سبام. آخر كود هنطلعه، هنطلعه آخر اللايف. انا مش عارف العب ايه. تمام، مش خلاص يا جماعة، مش عرفت صاحب السعادة فيك. تمام، ماشي. هناخد كودين بقى، لو ما ظهرش هناخد كودين. ده بالنا قد ايه؟ خلاص احنا في اخر اللايف يعتبر، هنرمي طيب الملايين اللي فاضله دي وناخد اخر كودين. يا فريد، في كومنت مثبت في وشك تحت خالص، في الشرح بتاعه وفي الموقع اللي تقدر تشحنه منه. خلصانة يا محمد حبيبي، يا محمد ملحقتش ألعب، سي
خلاص هناخد اخر كودين يا جماعة عشان نخلص اخر اللايف اصلا. اخر كودين لا، الاستلام لازم من الكمبيوتر يا جماعة، الاستلام لازم من الكمبيوتر، تمام؟ اللي هيستلم يستلم من الكمبيوتر. آه، سيد نبيل، سيد نبيل هنا يا جماعة، سيد نبيل هنا. سيد نبيل هنا، انا اكدت عليكم يا جماعة، هو لازم كمبيوتر عشان تستلم. سيد نبيل اخر نداء، تمام. شوف اللي بعده. اندرو هنا، الاسم اللي هيعدي ومش هلاقيه رد عليا هسكيبه. امين. اندرو هنا، اندرو هنا، اندرو موجود يا جماعة، اندرو موجود، تمام. اندرو لحظة، اندرو اندرو ابعتلي، ابعتلي رسالة. مش عارف انت قافل الخاص ليه يا اندرو، انا ابعتلك الكود ازاي انا بقى دلوقتي. لا لسه فاضل اخر كود يا جماعة، فاضل اخر كود. طب اندرو بقى يبعت لي رسالة على الخاصة يا جماعة، اندرو يبعت لي رسالة عشان اخد الكود بتاعه، ماشي. انا عملت لك فولو يا اندرو اهو، الاكونت بتاعي، بعت لي رسالة بقى عشان تاخد الكود، تمام. هشوف بقى اخر كود. اخر كود معانا مين؟ فرج السيد. فرج السيد ابعت لك كود موجود، ماشي. فرج السيد، تمام. الكوب بتاعك بعته لك يا فرج، الكوب بتاعك بعته لك على الخاص يا فرج، ماشي. كده فاضل اخر كود بس. اللهم صل على النبي. اندرو يبعت لي على الخاص، ياخد الكوب بتاعه. بعتلي فين؟ طيب بعتلي فين؟ بعتلي على البيدج. خلاص تمام، مش مش تمام. بعتلك الكوب بتاعك يا اندرو، تمام، ماشي. موجود للناس اللي كسبت يا جماعة، وان شاء الله الناس اللي ما كسبتش متعودة ان شاء الله في اللايفات اللي جاية. الناس ما تنساش، انا هطلع لايف بابجي كمان شوية على البيج بتاعتي، اللي حابب يتابع يبقى يجيلي هناك ان شاء الله. خلصنا رجالة، احلى مسا عليكم رجالة، اشوفكم ان شاء الله في لايف جديد، واحلى مسا على كل راجل جدع نورنا في اللايف. يلا يا رجالة، تشاو.